إذا بخصوص يعني الفيضانات اللي وقعت لنا في الإقليم ديال طاطا وفي يعني مجموعة ديال المناطق ديال الجنوب الشرقي بصفة عامة، يعني شهدت هي تساقطات اللي هي غير مسبوقة، اللي أول مرة، ماشي نقولوا أول مرة، وإنما أول مرة في هذه السنوات الأخيرة اللي كتشهد هذه المنطقة هذه. وبطبيعة الحال هذه التساقطات اللي نقدروا نعتبروها بأنها استثنائية، وباللي هي كتجي دائما في إطار هذه يعني التغيرات اللي وقعت يعني على مستوى المناخ، سواء بالمغرب سواء على مستوى الإفريقيا وعلى مستوى الدول بصفة عامة، اللي التأثير ديالها بطبيعة الحال على المنطقة ماشي سهل. أن هنالك مجموعة من الأسر يعني تضروا من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، وعلى المستوى الفلاحي. وبطبيعة الحال مجموعة ديال الواحات ديال هذه المناطق هذه شهدت يعني نقولوا أن هنالك اختفاء لمجموعة من الواحات. غير هو هذا الاختفاء ديال هذه الواحات نقدروا نعتبروا بأنه حتى في يعني توالي السنوات ديال الجفاف كان هنالك اختفاء ديال هذه الواحات، بحيث لقينا مجموعه من الواحات يعني يعني الاشجار ديال النخيل يعني بحال قلتي يعني تحرقات، يبسات، يعني مشات، يعني حتى النشاط الفلاحي اللي كانت كتشهده يعني ما بقاش. وبالتالي هذه التساقطات يعني زادت يعني من الحده ديال هذه الاشكاليه، واللي نتمناه ان شاء الله انه يتم التدارك ديالو في مجموعه من المشاريع وفي مجموعه من البرامج الحكوميه او لا اللي كتعلق بطبيعه الحال بالمجتمع المدني بصفه عامه. اشرنا بان بطبيعه الحال الاختفاء ديال هذه اللوحات يعني بشكل جذري يعني كيحملنا واحد المسؤوليه اللي هي كبيره، وكيحمل بطبيعه الحال الجهات الوصيه اللي هي الحكومه بصفه خاصه، كيحملها واحد المسؤوليه الكبيره في اعاده احياء هذه اللوحات، وفي اعاده بطبيعه الحال التشجير ديالها، وفي اعاده الغرس ديال مجموعه من الاشجار اللي غتكون عندها يعني واحد الاستدامه في المنطقه اللي كتشهد يعني التقلبات المناخيه. اليوم خصنا نفكر على حلول بديله، يعني الواحه يعني كواحه مستدامه اللي غادي تكون بطبيعه الحال واحه مقاومه للجفاف اللي ممكن يكون يعني في واحد المده اللي هي طويله، وكذلك واحه اللي تقدر انها تكون مستدامه لهذا النوع بطبيعه الحال من الاشكالات ومن الكوارث الطبيعيه بحال هذا النوع ديال الفيضانات. وبالتالي كنظن بانه ضروري تكون واحد رؤيه استراتيجيه كبيره كتستهدف هذه المناطق ديال يعني المناطق ديال طاقه ولا ديال طاطا ولا المناطق ديال الجنوب الشرقي بصفه عامه. هنا الى جينا في الحقيقه نهضروا على الترحيل ديال الساكنه ديال يعني ديال الدواوير ديال اقليم طاطا ولا المناطق المجاوره لها، كنلقاو بان مع التوالي ديال السنوات ديال الجفاف هنالك ترحيل، يعني تقريبا نقدر نقولوا بانه ترحيل بواحد النسبه اللي هي كبيره لمجموعه من الدواوير يعني الوسط الحضاري. وكما كنلاحظوا بعد هاد التساقطات المطريه الغزيره بطبيعه الحال، انا كنظن بانه ربما هاد الفرشه المائيه ديال هاد المناطق يعني سيتم اعاده احيائها، يعني انه المنطقه استقبلت واحد كمية كبيرة من مياه الأمطار، ورغم أنه بطبيعة الحال كانت هنالك أضرار، كان هنالك يعني شهداء اللي توفوا، ونتمنوا من الله عز وجل أنه يعني يرحمهم ويغفر لنا ولهم جميعا إن شاء الله، إلا أنه سيتم إحياء هذه المناطق هادو، على الأقل أنه غيتم استرجاع ديال النشاط الفلاحي في هذه المناطق، وممكن أن هذيك الساكنة يعني اللي باقة متبقية في هذوك المناطق وفي هذوك الدواوير أنها تعاود تسترجع يعني الأنشطة الفلاحية ديالها، وتعاود بطبيعة الحال يعني تجدد الأنشطة ديالها من خلال يعني الزراعات المعيشيه والزراعات يعني الموسميه والزراعات اللي كتعرفها المنطقه بصفه عامه.